السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، كل سنة طيبين يا جماعة، كل سنة وانتوا إلى الله أقرب، كل سنة ورمضان يجي يغير حياتنا كلها، كل سنة ورمضان يجي يغير قلوبنا وينور قلوبنا وينور طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. واحد أعرفه يعني أخ من الإخوة المجتهدين في الدعوة، ربنا يبارك فيه، سافر فرنسا يدعو إلى الله، راح هناك بار من أكبر البارات اللي معظم اللي فيه مسلمين، فبيقول لي فلقيت واحد مسلم قاعد بيشرب خمرة والعياذ بالله، فبيقول رحت قعدت جنبه، قلت له أنت لو معاك جوهرة غالية قوي وعايز تبيعها، تروح تجيب محل فخم في منطقة فخمة وتحطها في فاترينا فخمة، ولا تروح تبيعها في سوق السمك؟ قال له لا، اجيب محل فخم في فاترينا فخمة في منطقة فخمة. قال له طب انت لا اله الا الله ترميها في المكان ده؟ انت معاك جوهرك لا اله الا الله ترميها هنا ازاي؟ بيقول لقيته بدأ يبكي، فبدأ الشاب يبكي، بيقول وهو بيبكي لقى شاب تاني واقف، شاب يا جماعة على وشه حيرة وعلى وشه حزن وعلى وشه قلق، بيقول له طب انا ينفع توب؟ انا ينفع اصلي؟ انا ينفع ارجع؟ انا بعد كل اللي عملته ده ربنا يقبلني لو جيت؟ انا ممكن باب ربنا يتفتح لي تاني بعد كل اللي عملته ده؟ افتكرت كلمة قاتل المئة وهو بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يعرفه طريق يرجع منه لربنا، بيلف على الدنيا كلها ما عدتش قادر ابعد عن ربنا اكثر من كده، ما عدتش قادر استحمل، وبيصرخ في كل واحد يلاقيه هل لي من توبة؟ انا ينفع توب؟ انا ينفع ارجع نظيف؟ انا ينفع ارجع طاهر تاني؟ يا جماعة يا اخوانا لو في طريق يوصلني لربنا ويرجعني لربنا دلوني عليه. احنا معانا الليلة قصة يا جماعة، قصة ممكن تكون قصة اي واحد مننا، ممكن تكون قصة اي واحد من اللي قاعدين قدامي الوقت، او واحدة، قصة شاب عادي اتولد في بيت عادي، ابوه وامه مسلمين من النوع العادي، ولما صاحبنا بدأ يكبر ووصل لسن المراهقة بدأ يعمل معاصي غير عادية، ولكن في المجتمع العادي كل ده شيء عادي، وبدأ صاحبنا يكبر في مجتمع حواليه فيه صور المجلات والقنوات الفضائية والاغاني والكليبات، وبنت الجيران وزميلة اخته وبنت خالته وبنت، وبدأ يكبر في وسط مجتمع حواليه فيه الفاظ الشوارع، حواليه فيه الفتن، حواليه فيه المعاصي من كل ناحية. ولما صاحبنا وصل لفورة الشباب وصل لدرجة من المعاصي الغير عادية رهيبة، وصل من السيجارة اللي محشية مخدرات لحتة الحشيش، وبسهولة جدا وصل لكاس الخمرة، واول ما شرب كاس الخمرة كل الموبقات بقت سهلة قدامه، ولما وقع في الموبقات كلها بدأ يشتكي ان الاحوال بقت غير عادية، صداع مزمن، ما حدش عارف ينام، بيقعد 4 ساعات يتقلب على السرير مش عارف ينام، مخنوق على طول، قرفان، صاحي قرفان ونايم قرفان، حاسس انه مكتئب، حاسس انه مرعوب، حاسس انه قلقان، مش عارف يعمل ايه، ولكن لان صاحبنا عادي متربي في بيئة عادية فضل يدفن راسه في الرمل، معلش كل الشباب كانوا كده، يا سيدي يومين وهتعدي، ان الله غفور رحيم، كل ده شيء عادي، وبدأ الضغط جواه يزيد يزيد يزيد. وفي ليلة غير عادية كان راجع من سهرة غير عادية، راجع صاحبنا برجليه ماشي بيه مش عارف يروح فين، تايه حطام انسان، نفسه يعيط بس مش قادر، نفسه في حد يسمعه بس مش عارف مين اللي يسمعه ولا يعبره، نفسه في حد يحضنه ويضمه ويفهمه، نفسه في مكان يحتويه ويحميه من العذاب اللي جواه واللي حواليه، نفسه في حاجة بس مش عارف هي ايه، نفسه في جو تاني بس مش عارف يلاقيه فين، حطام انسان مخنوق بس مش عارف ليه. رجليه فضلت واخداه وهو ماشي 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 مش عارف يروح فين، وعند الفجر سمع اذان الفجر بيشق قلبه، اول ما سمع الاذان اترعب صاحبنا، هو مش عايز يسمع الاذان، مش عايز يفتكر هو بعيد عن ربنا قد ايه، بدا يجري بعيد عن الجامع، بدا يشوف اي شارع ولا اي حوده يحود منها بعيد عن الجامع وبعيد عن نداء الله، مش عايز يسمع ربنا بيناديه، مش عايز يسمع صوت النداء، وهو بيجري خبط في واحد كان رايح الجامع، وقعوا الاثنين، ولما فاقوا من الصدمه قام صاحبنا العادي ومد ايديه اللي بترتعش الملوثة باخر سيجارة شربها اللي بترتعش من اثر المخدرات، وبدأ يقوم الشيخ اللي وقعه، ووقف الاتنين يبصوا لبعض مستغربين، صاحبنا يبص للشيخ، ايه ده هو وشه منور كده ليه؟ هو وشه بيبخ نور كده ليه؟ ده ملك من الملائكة ده ولا ايه؟ والشيخ يبص له، ايه ده اعوذ بالله ده شيطان ده ولا ايه؟ صاحبنا يبص له، ايه اللبس اللي كله نور ده؟ ده اللبس ده جاي من الجنه ولا ايه؟ والشيخ يبص له، اعوذ بالله ده لابس ايه ده؟ ده ولد ده ولا بنت؟ صاحبنا يبص له، ايه الريحه الجميله دي؟ ده حاطط ريحه من الجنه ده ولا ايه؟ والشيخ يبص له، اعوذ بالله ده خارج من بكابورت ده ولا ايه؟
وفضل الشيخ يبص المنظر صاحبنا باستغراب، سواد تحت عينيه، سواد حوالين شفايفه، شعره منكوش ولا دي تسريحه جديده، وبص الاتنين لبعض كأن ده من كوكب وده من كوكب، لغايه ما الشاب بدا يقول بصوت واطي: انا اسف يا عم الشيخ. فاق الشيخ من الخواطر اللي فجرها في صدره منظر الشاب، قال له: انت مين يا ابني؟ يا خبط على قلب الشاب: انا مين؟ والله ما انا عارف انا مين، والله ما انا عارف انا ليه، والله ما انا عارف يا عم الشيخ. الشيخ بدا يضرب كف بكف ويقول: مسكين، والله العظيم مسكين. لا عندك، انا مش مسكين، انا عارف طريقي، انا كويس، وساعات بصلي والله العظيم، انا مش وحش. الشيخ كانه ما سمعش اي حاجه، قال له: على فين يا ابني؟ يا تاني خبطة في نفس الدقيقة: على فين؟ والله ما انا عارف على فين، والله ما انا عارف يا عم الشيخ. انا من 3 سنين كنت لسه انسان طاهر وانسان نقي، لقيتهم انا عايز السعادة يا جماعة، انا عايز ابقى سعيد. لقيت واحد بيقول لي: انت عايز السعادة؟ هو ده طريق السعادة، امشي في الطريق ده، خد السيجارتين دول اشربهم وهتبقى سعيد. اول سيجارتين شربتهم كنت حاسس ان انا سعيد، يومين حاسس ان انا سعيد وطاير، بعد كده رجعت مخنوق تاني. قلت: يا السكه دي مفيش فيها سعاده ولا ايه؟ لقيت صوت بيصرخ في وداني: لا، هي دي سكه السعاده، امال هي فين؟ المحطه اللي بعدها. ايه المحطه اللي بعدها؟ تنزل تقعد على القهوه وتشرب شيشه وتقعد مع الشله بتاعت القهوه. نزلت وشربت وقعدت يومين ثلاثة اسبوع ورجعت مخنوق تاني بعد ما كنت سعيد في الاول. هي السكة دي ما فيش فيها سعادة ولا ايه؟ لقيت صوت بيصرخ في وداني تاني: لا، السكة دي هي اللي فيها السعادة، امال فين؟ فين؟ المحطة اللي بعدها. ايه المحطة اللي بعدها؟ تنزل الجامعة وتكلم دي ودي ودي وتكلم كل دول وتعمل علاقات مع دي وتدي مسج لدي وتبعت مسج لدي وتكلم دي، هبقى كده سعيد. هتبقى سعيد. نزلت واتكلمت وعملت كل حاجه اتقالت لي. شهر اتنين رجعت مخنوق تاني بعد ما كنت طاير وسعيد. قلت: يا السكه دي مفيش فيها سعاده ولا ايه؟ لقيت الصوت بيصرخ في وداني الاتنين: لا، السكه دي هي اللي فيها السعاده كلها، مفيش سكه تانية فيها سعاده. طب يا فين؟ المحطه اللي بعدها. ايه المحطه اللي بعدها؟ يبقى بتكلم واحده بس من كل دول، تبقى حبيبتك وتبقى حبيبها، تكلمها 6 ساعات كل ليله في التليفون بالليل، الاذان الفجر جدا ما تقومش تصلي ركعتين لله، هبقى كده سعيد. شهر 2 3 6 10 كنت سعيد، وبعد كده رجعت مخنوق تاني. هي السكه دي مفيش فيها سعاده ولا ايه؟ والله يا عم الشيخ بينها سكه ما في اخرها حاجه، كل يوم بتورط محطه ورا محطه، كل يوم بتتورط رجلي في الطريق اكتر وبتخنق اكتر. والله يا عم الشيخ عندك حق، انا مين؟ وانا ليه؟ وانا رايح على فين؟ بدا الشيخ يبص المنظر الالم اللي على وش الشاب، والعذاب الرهيب اللي بتشوفه في منظر كل وش شاب عادي، يا كل شاب عادي ويا كل بنت عاديه. بدا الشيخ يبص في منظر وش صاحبنا وبدا يصعب عليه، بدا يحس انه غلبان، بدا يحس ان فريسه وقعت في خوط العنكبوت وتلف حواليها القيوط واتحقنت حقنه سم واتشلت، وخلاص هتتاكل هتتاكل، هتنتهي، ومش هيقدر يخرج نفسه، عايز حد يمد له ايده من بره، عايز حد يقطع عليه الشرنقه اللي اتحبس فيها ويخرجه من اللي هو فيه، ويخرجه من الغيبوبه اللي هو فيها. بدا يصعب عليه منظر الشاب، مسك ايده وقال له: تعالى يا ابني، تعالى معايا يا ابني. على فين يا عم الشيخ؟ تعالى يا ابني لبيت ربنا، تعالى الملاذ التايهين، تعالى يا ابني تصالح على ربنا سبحانه وتعالى. انت بتصلي؟ انا؟ لا مش عارف. تعالى يا ابني، تعالى اتصالح على ربك. وشده من ايده وفضل ماشي بيه وصاحبنا رجليه بتزحف في الارض، لغايه ما وصلوا لباب الجامع. واول ما وقف قدام باب الجامع: ايه النور ده؟ ايه الجو ده؟ ده بيسجد لربنا، ومنظره بيسجد كأن الملائكة بتاعت السماء كلها محوطاه، وده واقف بيصلي وشه طاقة نور مفتوحة، وده رفع ايديه وبيدعي: ياه، انا الوقت لو وقعت في زنقة وحبيت اقول يا رب، هينفع بعد كل اللي عملته ده اقول يا رب؟ وده بيستغفر ودمع فيها نور السماء والارض كلها نازلة من عينيه، وده ماسك المصحف. انا من قد ايه ما مسكتش المصحف؟ انا من قد ايه ما قريتش كلام ربنا؟ انا من قد ايه وانا هاجر كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ ياه، وقف صاحبنا قدام المشهد ده: هدخل ازاي؟ هدخل بكل الوحل اللي انا فيه ده ازاي؟ هدخل من بركه الطين اللي انا جاي منها دي ازاي؟ وبدات شاشه تتفتح في صدر صاحبنا، منظر البنت اللي اول ما دخلت الجامعه كانت طاهره وبريئه ونقيه، الشيطان ما عرفش يضحك عليها ويغويها، وهو طلع
وطلع اقذر من الشيطان وضحك عليها وغواها. منظر ابوه ومنظر خيبه الامل على وشه وخيبه امله في ابنه وعمره اللي ضاع، وحس ان ابنه خلاص خسر ابنه. وبدات الشاشه تسرع اكتر، منظر الكاس، منظر السيجاره، منظر رأي الكوتشينه، منظر شاشه السينما، منظر الزنا والرقص والمخدرات والشرب، منظر ورقه الجواز العرفي، منظر سهراته وذكرياته على الرومز بتاعت النت والناس بتصلي الفجر تحت، منظر ش واحد واحد من اصحابه من شله القهوه وغير القهوه. وبدا يحس، انا هعدي كل ده ازاي؟ انا هسيب كل ده ازاي؟ انا هتخلص من كل ده ازاي؟ انا هقدر اعيش من غير كل ده؟ انا مش هقدر، مش هقدر. سيب ايدي، انا مش هسيب ايدك، سيبني. انا بكرهك، انا بكره كل واحد زيك من اصحابي بقى زيك وقلب بقى زيك، كل ما بشوفهم بفتكر انا بعيد عن ربنا قد ايه. سيبني، مالكش دعوه بيا، مش هسيبك يا ابني، مش هسيبك تودي نفسك جهنم برجليك. قول يا رب يا ابني، قول يا رب وهتقدر، والله العظيم هتقدر، والله العظيم هتقدر، والله العظيم هتقدر يا ابني. لا سيبني، انا جيت قبل كده وما قدرتش، وغيرك جه وما قدرش، وغيرك جه وقدر. انا حاولت قبل كده ووقعت، وغيرك جه وما وقعتش. انا مش هقدر، مش هقدر، سيب ايدي. ونزع ايده منه وطلع يجري 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 لغايه ما راح بيته، دخل ما كلمش حد، وقفل على نفسه باب الاوضه بتاعته، وفضل قاعد مش عارف ينام، مش عارف يفكر، ومش عارف يعمل ايه. انا ما دخلتش ليه؟ ما الباب كان مفتوح قدامي، ما ربنا فتح لي بابه، انا ما دخلتش ليه؟ انا كان نفسي ادخل، والله العظيم كان نفسي ادخل. وكل ما بمشي في الشارع واشوف باب جامع مفتوح وناس داخله فيه بيبقى قلبي بيتقطع. وكل ما بشوف شاب زيه ماشي في الشارع وسام النور على وشه واللعيه في وشه وماسك السواك بايديه، بيبقى قلبي بيتقطع. هو احسن مني في ايه؟ انا مش قادر اعمل زي ما هو عمل. ليه هو خد القرار ده ازاي؟ انا كان نفسي ادخل والله العظيم، بس انا هدخل ازاي بالوحل اللي انا فيه ده كله؟ هدخل ازاي من بركة الطين اللي انا كنت فيها دي؟ ازاي؟ انا يا رب نفسي ابقى طاهر ونضيف، بس اخرج من الوحل اللي انا فيه ده ازاي؟ مش عارف يا رب اخرج منه، ما عدتش عارف. انا كنت بحسبها في الاول سكة هخط فيها خطوتين وهرجع. ما اعرفش ان انا هتورط التوريط ده، ما اعرفش ان ابليس هيستعبدني الاستعباد ده، ما اعرفش ان انا هفقد ارادتي تماما وهتشل تماما في الطريق ده للدرجه دي، ما اعرفش ان انا هعيش الخنقه دي. انا كنت بحسبه طريق سعاده، طلع طريق خنقه الدنيا كلها. انا كنت بحسبه طريق الفرح، طلع طريق الخنقه والحزن والالم اللي في الدنيا كله. انا كنت بحسبه سهل، خطوتين وهرجع. انا متورط يا رب، انا بتكلبش في الطريق ده، انا بحقول حقن سم وما عدتش قادر اتخلص من اللي انا فيه. اعمل ايه؟ وبدات شاشه تتفتح قدام عينيه، منظر صاحبه، منظر صاحبه اللي كان جميل ووسيم وقوي وبصحته، ويا حرقة قلب امه وابوه عليه لما في جرعة مخدرات زي ده راح في لحظة ودفناه بايدينا. ومنظر صاحبته اللي كانت ملكة جمال وكان الكل هيموت عليها وفي لحظة في حادثة ماتت، ومنظر صاحبه اللي طلعوه من الحمام، من مرحاض الحمام، مات ووشه في مرحاض الحمام وهو بياخد جرعة مخدرات. ومنظر صاحبه اللي كان عنده عربيه وفلوس والدنيا كلها معاه، الساعه 2 بالليل على الطريق السريع مع بنت والعياذ بالله، يموت والعياذ بالله وهو في الوضع ده، واهله من الفضيحه يدفنوا من غير ما حتى يصلوا عليه، خايفين من الفضيحه. وبدات الشاشه تسرع، منظر فلان اللي مات فجاه في مارينا، وفلان اللي مات فجاه على الطريق وهو رايح يعمل مصيبه، وفلان اللي مات بعد الصخره كلها منكرات، وفلان وفلان وفلان. يا رب يا رب انا مش عايز اضيع زي ما ضاعوا، يا رب يا رب انجدني، يا رب يا رب اغثني، يا رب انا مش قادر، بس انت اللي تقدر. انا مش قادر اخلص نفسي، بس انت يا رب اللي تقدر تغثني من اللي انا فيه. تحول صاحبنا العادي الواحد ما عادش حاسس بالفسح العاديه والنكت العاديه والقفشات العاديه. تاني يوم وخارج مع اصحابه، ايه يا عم الكئيب؟ ايه يا عم مالك؟ انت في واحده جديده في حياتك ولا ايه؟ يا عم انت مالك النهارده؟ ما انتش عادي كده. ومنظر الشيخ شاشه في قلبه مفتوحه، ومنظر الشيخ بيقول له هتقدر، والله العظيم هتقدر، وهو قاعد يفكر هقدر فعلا ولا مش هقدر. نزلوني يا ابني، انت مالك خليق النهارده كده ليه؟ نزلوني نزلوني هنا يا عم، نزله يا عم، تلاقيه بيحب جديد ولا حاجه.
وينزلوه وما يفكرش يروح في اي مكان، رجليه جري على المسجد اللي قابل فيه الشيخ امبارح، صاحبنا عند الفجر اصبح انسان من الليلة غير عادي، راح للمسجد وفضل يستنى الشيخ لغاية ما لقى الشيخ جاي، جينا عليه يحضنه ويقول له ادعي لي يا عم الشيخ، والشيخ بيحضنه وبيقول له الحمد لله على السلامة يا ابني، الحمد لله على السلامة يا ابني، يقول له انا فرحان يا عم الشيخ، انا حاسس ان انا صدري كله نور يا عم الشيخ، بس خايف، بس مرعوب احسن الاحساس ده يروح. انا نفسي، معقولة يا عم الشيخ ربنا يفتح لي بابه؟ معقولة بعد كل اللي عملته ربنا يقبلني؟ انا ينفع اصلي؟ انا ينفع اتوب؟ انا ينفع ارجع لربنا سبحانه وتعالى؟ انا في طريق اقدر ارجع منه لربي ومولاي وحبيبي؟ في طريق؟ لو في طريق دلني عليه. انا حاسس ان انا كنت بحب الصلاة قوي، بحب الملتحين والملتزمين قوي، عايز احضنهم كلهم، عايز امشي في الشارع ابصهم، عايز اصاحبهم كلهم. انا خايف ارجع، انا خايف اقع، خايف ما استمرش. معقول يا عم الشيخ؟ معقول ربنا هيقبلني؟ انت متاكد ان ربنا هيقبلني؟ انت انا هقدر اتوب، هقدر اسيب كل اللي كنت بعمله، هقدر اعمل كل الطاعات، هقدر اصلي في الجامع، هقدر ابقى انسان تاني، هقدر اتغير. والشيخ بيهز راسه بوشه المنور وهو بيقول له هتقدر، والله العظيم هتقدر، هتقدر، والله العظيم هتقدر. ومع كل هزة راس من الشيخ طاقة نور وامل بتتفتح في صدر صاحبنا اللي اصبح من اللحظة دي غير عادي. يا شباب يا بنات، مين فيكم كان زي صاحبنا ده في اول القصة؟ مين فيكم مش عايز ربنا بس لازم 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 يروح لربنا سبحانه وتعالى؟ مين فيكم يا شباب؟ مين فيكم انت لغاية امتى هتورط نفسك في الطريق اللي انت ماشي فيه ده؟ لغاية امتى؟ لحد امتى؟ متعة ايه اللي لقيتيها في الطريق اللي انت ماشي فيه ده عشان تكملي فيه؟ لحد امتى هتفضل مدي ظهرك لربنا؟ لحد امتى هتفضل تورط نفسك في الطريق ده خطوة ورا خطوة؟ لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل ماشي في سكة مفيش اخرها حاجة؟ لحد امتى هتفضلي ماشية في سكة اخرها النار، اخرها جهنم، اخرها السعير؟ لحد امتى؟ لحد امتى؟ كل يوم، كل يوم واحدة جديدة بتتوب، كل يوم واحدة جديدة بتتقب، كل يوم شاب جديد بيتوب، كل يوم واحد بيرجع لربنا. اللي كانوا معانا في رمضان اللي فات والنهاردة ما شاء الله ما شاء الله بقى دعاء الى الله في سنة واحدة، احسن منك في ايه؟ احسن منك في ايه؟ اللي عرفوا ربنا احسن منكم في ايه؟ اللي تابوا لربنا احسن مننا في ايه؟ يا شباب، احد الشباب ربنا يبارك فيه يا رب، لسه كان بيتجوز من ايام ووشه ما شاء الله لا قوة الا بالله، وشه نور باللحية، وزوجته ما شاء الله بنقاب، كان زمان في وحل، كان من المفسدين والعياذ بالله، من المفسدين عندنا، ودخل الجامع وقرر يرجع لربنا ويبقى انسان غير عادي. وهو داخل الجامع قابل واحد صاحبنا اول ما شافه راح قام حضنه اول مرة يدخل الجامع صلاة الفجر، راح حضنه وقال له الحمد لله على السلامة. ياه، بيقول الكلمة دي زلزلت قلبي، حسيت ان قلبي بيتزلزل وانا بسمعها. يا شباب، هنسمعها امتى بقى الحمد لله على السلامة؟ هنقول لكم وهنقول لنفسنا امتى الحمد لله على السلامة؟ رجعتوا لربكم ومولاكم بالسلامة. النبي هيقول لنا على الحوض عليه الصلاة والسلام واحنا رايحين فرحانين مع بعض، بنجري عليه مع بعض كلنا، وهو بيقول لنا الحمد لله على السلامة، رجعتوا لنا بالسلامة، رجعتوا لربكم ومولاكم بالسلامة، رجعتوا لي بالسلامة. هنقول لك امتى الحمد لله على السلامة؟ هنقول لك امتى الحمد لله على السلامة؟ يا شباب، هتقدر، والله العظيم هتقدر، هتقدر تتغير، وهتقدر تثبت، وهتقدر تتوب، وهتقدر تبقى بطل. بس انا خايف ما اقدرش، انا خايف ما اثبتش. انت عامل حبيب قلبي زي واحد بيصحى من النوم، في اول ما بيصحى من النوم والدنيا برد وفي الشتاء وسبعة الصبح قاعد بيحاول، انا مش هقدر، دقيقتين بس، اصبر دقيقتين، قوم اشرب بق ميه، اشرب شفطة شاي، قوم بس دقيقتين هتلاقي نفسك فقت. لو كسلت هو كل اللي مطلوب منك تصبر دقيقتين، كل اللي مطلوب منك تصبري شهر واحد، اصبر شهر وهتلاقي نفسك فقت خلاص وقلت ايه اللي انا كنت فيه ده. يا جماعة والله هي اول خطوة بس. يا شباب يا شباب، لو وقعت قوم وكمل، لو وقعت قومي وكملي، اوعوا تيأسوا، اوعوا تحبطوا ابدا. يا جماعة، من الايات الخطيرة والاسئلة الخطيرة اللي الواحد سألها لنفسه في ايات عباد الرحمن في سورة الفرقان، عباد الرحمن اولئك يجزون الغرفة اعلى درجات الجنة، عباد الرحمن. يا جماعة، الواحد سأل نفسه في ايات عباد الرحمن، ليه ربنا في وسط الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يا رب انت بتتكلم عن إلا من تاب، انت بتتكلم عن اللي زنى وتاب ليه يا رب وسط عباد الرحمن؟ عشان ربنا يقول لكل واحد وقع في المكبائر انت قدامك فرصة تبقى من عباد الرحمن. انا مش بقولك الوقت انت قدامك فرصة تتوب وربنا يقبلك، انا بقولك انت قدامك فرصة تبقى من اسبق الخلق الى الله. انت ما فيش حاجة راحت عليك، ربنا هيبدل لك عمرك اللي فات كله، كل السيئات تتبدل حسنات، كأنك قضيت عمرك اللي فات كله قاعد تصلي وتصوم لربنا. معقولة؟ بس لو جيت صح، لو بدلت صح، لو طبت صح، لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى صح، ساعتها شوف ربنا يعمل لك ايه، شوفي ربنا يعمل لك ايه. هل لي من توبة؟ ده انت ليك توبة وتوبة وتوبة. هل لي من توبة؟ ده انت ليك توبة وليك فرصة انك تبقى من اسبق الخلق الى الله. سؤال خطير سألته لنفسي وانا بقرأ سورة الزمر. سورة الزمر بتتكلم عن اعلى زمرة هتدخل الجنة، اعلى زمرة خالص، اول زمرة هتدخل الجنة. لقيت ربنا بيقول في وسطها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اسرف يا رب انت بتتكلم الزاني واللي عمل المنكرات والموبقات كلها، انت بتتكلم يا رب اللي اسرف على نفسه في المعاصي، انت بتتكلم اللي ما صلاش سنين، انت بتتكلم اللي بعد عنك كل ده يا رب في وسط الصوره اللي بتتكلم عن اعلى الزمر ليه يا رب؟ عشان اقول لهم ان قدامك فرصه لسه تبقى من اعلى زمره، عشان كل عاصي يعرف ان قدامه فرصه مش انه يتوب بس وانه يتقبل بس، انه يتفتح له ابواب الجنه الثمانيه وابواب الفردوس الاعلى. هتقدروا يا شباب، هتقدروا والله العظيم، هتقدروا تخلصوا من مخططات اليهود ومخططات اعداء الامه، هتقدروا تخلصوا من خيوط العنكبوت، هتقدروا تخلصوا من حقن السم، هتقدروا تخلصوا من الكلابيش اللي الشيطان كلبشها في رجلنا في طريق جهنم. هنقدر نخلص وهنقدر نتوب وهنقدر نبقى ابطال يا جماعه. عايزين نتوب لربنا، عايزين نرجع لربنا، عايزين نعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نقول لبعض بقى الحمد لله على السلام، الحمد لله على السلام. ده هي اول خطوه. كنت بقرا في قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. قلت يا رب دي ما كانتش ساعه، غزوه تبوك كانت شهر يا رب، غزوه تبوك كانت 30 يوم في 24 ساعه، كل ساعه جوع وعطش وعذاب رهيب. اتعرض ليه الصحابه؟ غزوه تبوك يا رب كانت شهر العسره مش ساعه العسره. لا، ده هي اول ساعه بس بتاخد فيها القرار، هي اللحظه اللي هتاخد فيها القرار، هي اللحظه اللي هتقرري فيها انك تبقي في طريق ربنا، هي اللحظه اللي انت هتقرر فيها انك تبقى بطل في الدين، هي اللحظه اللي انت هتقرر فيها انك تتوب. انا بكلم حتى الملتزمين والملتزمات، احنا عايزينكم تبقوا ملتزمين غير عاديين. عايزين يا جماعه نتقلب يا جماعه، عايزين نشيل الكسل اللي احنا فيه، الغفله اللي احنا فيها، المعاصي اللي احنا فيها، شهوات القلب اللي متمكنه من قلوبنا دي. عايزين نبقى شباب غير عادي، عايزين نبقى شباب غير عادي، عايزين تبقوا بنات غير عاديه، شباب غير عادي. يا اخوانا عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا، قدامنا الفرصه والباب مفتوح وهنقدر، والله العظيم هنقدر. هل لي من توبه؟ ايوه، توبه وتوبه وتوبه طول ما انت بترجع لربنا سبحانه وتعالى. وصلنا لاخطر فقره في البرنامج يا جماعه، فتره التوصيات، الفقرة بتاعت التوصيات. وما بقول فقرة زي فقرات العمود الفقري، فقرة يعني حاجة بتصلب طولك، يعني لو نفذت الكلام ده هو ده لازم التنفيذ يا جماعة. التوصيات دي العمود الفقري بتاعنا. الرسول عليه السلام كان بعد الجبسة بتاعته الصحابة كلهم ينطلقوا يشتغلوا بقى. يا اخوانا عايزين على فين يا شباب؟ على فين الليلة؟ على المسجد جري، على المسجد ركعتين توبة بقى، على المسجد ركعتين توبة، نتوب لربنا سبحانه وتعالى من كل اللي فات. ايه المشكلة؟ ركعتين التوبة دول يا جماعة للجميع والله، للملتزم غير الملتزم، ده احنا كلنا معاصي، كلنا معاصي والله العظيم. ركعتين توبة، نعهد ربنا على صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب، الشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوة، الشباب اللي عايزين يعملوا الحلقات دي سيريهات ويدوها للشباب اللي بعيد عن ربنا لسه، موجودة على الموقع بعد الحلقة على طول ان شاء الله، هتلاقوها على موقع ويتو الله، الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى. وان كان رمضان ما هوش وقت نت، رمضان وقت دعوة، يعني انت لو هتدخل لمصلحة دعوية بس، مفيش اكتر من كده يا جماعة، او عشان تسمع تاني، عشان تتأثر تاني. يبقى اخوانا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين رمضان ده يبقى رمضان جديد، رمضان ده يبقى نقلة في حياتنا. عايزينك تاخد امتياز مع مرتبة الشرف في رمضان ده، عايزينك تاخد امتياز مع مرتبة الشرف. عايزين نقول لكم كلكم ابشروا بخير شهر مر عليكم منذ ولدتكم امكم بعد نهاية الشهر ده. يا شباب عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا. ما تنسوش دروس مشايخنا الكبار، دروس اساتذتنا، شيخنا الشيخ حسان، شيخنا الشيخ
يعقوب، دروس الصحابه والسلاسل بتاعه التوبه وبتاعه التغيير دي كلها. عايزين يا جماعه ما ننساش السلاسل دي ابدا، نتفرج عليها عشان بقى يحصل لنا الفرمطه بتاعه الكمبيوتر، نتغير نتقلب، نخرج من رمضان ناس تانيين، نخرج من بيئه الايمان الرهيبه اللي ربنا فتحها لنا دي ناس تانيين. على فين يا شباب؟ على حياتنا كلها نغيرها على ركعتين التوبه ونبدا التوبة. طب نعمل حاجه عمليه، نعمل حاجه عمليه. هو الانسان الصالح بيعمل ايه؟ بيعمل كل حاجه. طب يعني حاجه، انا عايزك النهارده تروح على ايد امك وابوك تبوسها، وعلى رجل امك وابوك تبوسها. ليه؟ ده انا اتكسف. مكسوف ايه يا ابني؟ مكسوف في الجنه؟ مكسوف يا ابني؟ مكسوف يا بنتي تعملي حاجه تدخلك الجنه؟ قومي يا بنتي، الاطباق والمواعين ديت اللي بعد الفطار محطوطه ديت، قومي يا بنتي شطبيها لوالدتك، قومي اعملي حاجه، قومي اعملي. انت هنصلي ركعتين توبه ولا هنروح ولا نغسل يا ست اغسلي لوالدتك وبعد كده روحي صلي ركعتين توبه. يلا يا رجاله، يلا يا شباب، يلا يا شباب انطلاق، يلا يا شباب جيم اوفر. خلاص بقى كفايه علينا الليله كده مع بعض، كفايه جيم اوفر. يلا بس مش جيم اوفر واحد كسبان واحد خسران، كلنا كسبانين مع ربنا. جيم اوفر، يلا انطلاق يا رجاله، يلا انطلاق على الشغل، يلا انطلاق على ان احنا نبقى شباب غير عادي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم انا نتوسل اليك ان تتوب علينا. اللهم اعصم اعيننا من النظر للحرام، اعصم اسماعنا من سماع الحرام، اعصم ألسنتنا من نطق الحرام، اعصم قلوبنا من تمني الحرام، اعصم بطوننا من اكل الحرام، اعصم ارجلنا من السعي للحرام. يا رب يا رب اغثنا، يا رب اجرنا، يا رب افتح على قلوبنا، يا رب يا رب يا رب. املنا فيك كبير يا رب، يا رب ملناش امل غير فيك يا رب، يا رب افتح لنا بابك يا رب، يا رب اقبلنا يا رب، اقبلنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.